إذا مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في ملتقى هذا اليوم وملخص هجني أصحاب السمو الشيوخ في فئة اللقاية التي دارت تحدياتها ومنافساتها على أرضية ميدان المرموم على مدى 14 شوطا بمسافة 4 كيلومترات. نذهب مباشرة إلى أول الأشواط وأول التحديات، حيث كانت الحاكمة هي بطلة الشوط الأول الرئيسي لسمو الشيخ محمد بن سعود بن راشد المعلى، حيث قطعت المسافة في 6 دقائق 10 ثواني 9 أجزاء من ثانية لتسجل التوقيت الأفضل والأجمل في هذا الصباح. والتهنية لمضمرها عيسى بن خلفان بشاوي الغفلي، وسلام لأهل اللبسة سلام. أما شوطنا الثاني ذهب مشاهدينا الكرام مع الشاهين التابع لهجني زعبيل، معلن الفوز والانتصار ب6 دقائق 17 ثانية و8 أجزاء من الثانية، وتهنية للمتألق راشد بن محمد بن مروشد. أما الشوط الثالث الشاهينية أيضا لهجني زعبيل، حاولت من خلال هذه الانطلاقات واستطاعت أن تحقق الانتصار بكفاءتها وأدائها المميز ب6 دقائق 17 ثانية و6 أجزاء من الثانية. تهنين وناموس وسلام إلى هجن زعبيل سلام. أما الشوط الرابع يأتي فجاج لمعالي الشيخ محمد بن بطيئة الحامد، حيث كان التنافس على شدة في اللحظات الأخيرة وانتزع الناموس ب6 دقائق 17 ثانية بالوفاء والتمام والكمال، والتهنية لمختار بن أحمد. الشوط الخامس نذهب إلى الخوارة أيضا بشعار معالي الشيخ محمد بن بطيئة الحامد، حيث انتزعت الناموس و6 دقائق 18 ثانية 5 أجزاء من الثانية وتوقيتها زمني، والتهنية للمضمر مختار بن أحمد. أما الشوط السادس يأتي الشمالي لسمو الشيخ محمد بن عمار بن حميد النعيمي، معلن الفوز والانتصار ب6 دقائق 17 ثانية و6 أجزاء من الثانية، وتهنية للمضمر سند بن راشد العويسي. الشوط السابع عادت من جديد هجن زعبيل لتنتزع الناموس بوجود الشاهينية ب6 دقائق 12 ثانية 8 أجزاء من الثانية، وتهنية للمضمر راشد بن محمد بن مروشد. أما الشوط الثامن يأتي شاهين أيضا لهجن زعبيل مع المتألق راشد بن محمد بن مرشد، مسجلا النقطة الرابعة ب6 دقائق 11 ثانية وجزءا وحيدا من الثانية. تهانينا والناموس لهجن زعبيل ومالكها سمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن رايد المكتوم على هذا الانتصار. أما الشوط التاسع حضرتك حيلة لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد آل ثاني بقيادة مضمر عبد الله بن محمد الوهيبي ب6 دقائق و18 ثانية و6 أجزاء من الثانية، تانينا والناموس. الشوط العاشر نذهب إلى المارد لبشعار معالي الشيخ محمد بن بطيئة الحامد، محققا كذلك النقطة الثالثة ب6 دقائق 14 ثانية و6 أجزاء من الثانية، والتهنئة للمضمر مختار بن أحمد. أما الشوط الحادي عشر العزوم لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن رايد المكتوم وبقيادة عبيد بن محمد بالضبيعة ب6 دقائق 20 ثانية 5 أجزاء من الثانية، حيث قطعت المسافة في هذا الشوط. أما الشوط الثاني عشر يأتي متعب لمالكة سعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد آل ثاني بقيادة علي بن عامر الجحافي، حيث قطع المسافة 6 دقائق 17 ثانية و7 أجزاء من الثانية. الشوط الثالث عشر نذهب إلى هودهود لسمو الشيخ محمد بن خالد بن حمدان النعيمي، حيث قطعت المسافة في 6 دقائق 17 ثانية و3 أجزاء من الثانية، والتهنية للمضمر سند بن راشد العويسي. أما الشوط الرابع عشر والختامي فكانت سحابة محققة النقطة الثانية لهذا الشعار ب6 دقائق 21 ثانية 9 أجزاء من الثانية، تهنية لسمو الشيخ حميد بن خالد بن حمدان النعيمي، والتهنية للمضمر سند بن راشد العويسي على هذا الفوز والانتصار والمشاركة القوية في أول انطلاقات هجن أصحاب السمو الشيوخ. إلى هنا مشاهدينا الكرام نأتي إلى الختام، ختام انطلاقات سباق هذا اليوم لهجن أصحاب السمو الشيوخ. يوم الغد إن شاء الله سنلتقي مع فئة الإذاع ومنافسة قوية أخرى وشعارات مميزة إن شاء الله ستحضر وستكون حاضرة. لكم شكرا جزيلا على المتابعة من الأستاذ وليد البارودي مخرج هذا السباق وطاقم العمل الفني لقناة دبي ريسينج والنقل الخارجي لسباقات اللجنة العربية الأصيلة. إلى اللقاء.